ما حكم الصلاة على ميت في قبره وبين القبر والقبلة قبور كثيرة؟ لا بأس بذلك. إذا فاتتك الصلاة على الميت قبل الدفن فتصلي على قبره ولو كان أمامك قبور كثيرة، لأن صلاة الجنازة تجوز في المقبرة خاصة، صلاة الجنازة خاصة تجوز في المقبرة، أما بقية الصلوات فلا تجوز في المقبرة.